بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكيب قول لحدا ليوصد حاد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. انتنا عشر قدقل إن لبدي هبين ودن بيسا عشر كي وري كي كو حقيبا مسائل كسابسون وصدحة عن ندول استاغنو سلاده كوباد حديث كحاله ودن بي عشر كجري حديث النعمان بن بشير كصاب سنة العدل في الأولاد ولا عروت عض شيء وحلا سينا يئن لو قرصوا عدالة لو نقضه هل مسلو يقدم مريض من براروشنا يا عدل يا نوعي نوعيس قاب كيل لو قرصوا يا عروتة حديث كسدو كعدي هاي نصوص تنائي تلمان تي سلف كنائي أبضنايين وإن عدل قاس واجبي هاي وعرورتا إن وحلو سماء أي واجبتا ون لوك هل أي حنين نحلي إيون نحلبا لفدق وكويمد نحلقو أسل كيسو وحال إذا هذا وشي قال لبحشو من غير عوض ولا استحقاق هذا بدل أن كدونين وحنا أن لقوا بدلين حقنا الروح من دانقنا وصن اللهين بها ليد هذا نحلق أما نحلق ليد هذا مركة عدلق لقاها الله يقول الله وقيمت من كفر قيب وحوي حق عرورته لب يددق لك لقادم ما هي لب يددق والله سمية وحر حل معها وعدل أدق لك عربو إن عرورته هذه وحقوص انتو قلب قدنا إلى عليسو سيدا أي واجب تهاي لبيا ددك با إن أي بارك هو نقطة مركل لك لأيج ما هي لبيا ددك سيدا راجحة وذا دا يري للذكر مثل حظ الأنثيين هدي جوارد طبعا لسيو ويلك لبا تنبع لسين هدي ويلك لسيو صدن جوارد شيء تنبع لسين لمن بعدن كازي دحال كأيجي لكن سيدا سواب كا لبيا ددك لك على قادم ما هي عضيضة مركة للربعين الله سموات لازم كهديك لأد جائر كنقول يسوى مدة عن سبب الله هاي سبب معين على الله هاي هدي متكود باركوي هاي منا وعاسي هاي وحك لبضي سو وحده ملا مد باقل إن تبيي وربطين أتكفر حيسو وحباتي سكي كلا ما دان سينين أبو أذون ما كد قل إن تبيز سبع مبرتان وحكسينية نمبا مسلمين تعاون تودي وحقبته كون أجسن أبا الجد بالوسيس هدي السبب مدبا فقير أو محبه لي كريم من نوى غني وواشقيسته مدبا ما أنت جور سدي من نوى أدلاو وحلو ولي مقادنين سبب كان إنك كان وحلو جوني لهدو تشرو قصب معها إن أد عرورت وحسن تي باهدا يدبك كل بس وكردي يمنع شها جوني متكود لي هاي هدي وحلو قيم قيمي وحده با مشيران عدقنا ما أذن كبحين إذن عدالة الرضو وأيضو أي سنجر من دان قونئة يسبب قونئة إن العروتي أكلا ستكر لسو تاسان لو أقولين لب يددقنا إن لو سموي قيبت الله بعد إيرا عدا حديث كي أمنا جويرية بنت الحارث مالك كهر رئيس رمضان جمعة مصوص وانتم مايا برينا وانتم مرة بتاع مايا هذا بقى آفر إشكالكو إيمانا يقوليها جمهور تيجيلي صون إن جمعها لوجون يولو صون وكراهه إشكالكو يمد بان ربائنا جوابتي سي إذن سيو إشكالكو يمد محاوهي هذه جمعة إن لوجون يولو صون أي كراهتها كراهي يجواز قسم الديداني محمد نبي قبرده أقو قصبا إن أي أفرته لأنه شيء أول مركا كراها أي بنانا كراه محمد نبي يقول يا هذا مال راعين مالنا أذن كصهر مرين وإن أفرتو لازم أقعد جاي إذن رأي الجمهور تورنا يا صون إن لوجون يولو جمعة وكره إنه باطل هاي أو ضعيف هاي بس نبي أمر كيس كتوس هاي بعلي وحلينا سحمه فهم دراك هنا إن فهم ويدان محاجرة شروط الصوم كوا تومرتين شروط الصوم كوا أفر بالصوم كشروط ديس إسلامي أي عقلي شروط كوا صح الصوم كوا شروط صحة الصوم وأربعة إسلامي أي عقلي إيوه حيل إيه النفاس الآن إيوه الوقت القابل للصوم الوقت القابل للصوم شرط قاسها ماشي اللي قال أيه
شرطي قاسم ماشي اللي قال اياي صونك اتومي سو وحا شرطا ان اتكبك تو تحرك تو وقتي اقبلا اما استاهل الا صوم هذا صونك جمعه هدون نقضوا كيلي الا صوم اي كراهات هاي صونك ما صحاي محاي الي استحباب هي كراهه ما كل مكراه صونك هو عباده صونك هو عباده عباد والله بهم بالله شرط يا عباد إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة عباد إن السنة هاي ولا شعري هي إن واجب توحد حي مشرت عبادة بنا وحلي إذا مشران جائزة عباد إما أن تكون مستحبة لأنه قرب إلى الله وإما أن تكون واجبة هذا بقى صوم الجمعة إن سون لوجون يلهدي كراهة نقطة كراهية استحباب عبادكم أكل مكران وكراهه معنى دوام محي وكراهه معنى وحوي ما نك الجمعة إلا صم وكراهه معنى وحوي الدم بين لقاق قرم أجر نكيل ميس أجر نلقاق قرم مايو دم بين كقادم ميس هذا بقى شيء عبادون دم بين الله أجر لهن محلو فلايا شيء عبادة وحاشر دينه مواجبي هاي أما مستحب أجر لجاه له إفراد جماعة بصوم هدوم مكروه نقضه فلا ثواب فيه كما لا إثم فيه إذن ما أقبل كروي ساس النبي وقص بويد وأنا أفرطه لأنه بلاش بابو صوم من طاي قال شو بتسكدي لي أجر كيري ميس سداسو كل وداداي للسبت إذا إن صون سنة لقلي وكراه أيون قاعدة الفهم وهاي ولذلك السحابي حديث كوريال لو يديه كورا صوم يوم السبت لا لك ولا عليك بول صوم يوم السبت عبد الله بن بصر المزني السقا يدي مكلا لو يديه فتونجري حديث كوانا وريا وانا فتونجري لا لك ولا عليك معنا دوام حي اجر الكيل ميسد دم بين لقاء قرم هاي معنا دوام حي وعيار بردودا اسكبت بود عبادون وحاشر دائما نقطه اما ان تكون مستحب واما ان تكون واجبة وكراهة لكن ويبنان تاي عقود كلي معاملات كي قشا ساو فهما شيء هدو عبادة اللي قيدا هدو لبدا أم بنقضاء أما واجب أما مستحب مين نسفهن قضب كلي يقود دنبيا كقب حيو هبين كي كوري عشر ك محينو كهذا اللي إن لقو خطبة أفان عربي أهين يان تير طابني أفان عربي أهين لقو خطبة أكتيدو ما أهم مسألة خلاف أقبشة مسألة اجتهادية أو مما يسوغ فيها الخلاف اكتيدا كما صدرت يد بعض أركيس أنا مرة بضينا كوات كايون هذا هو قلف سنة مسألة أيضا مركا هذا استرادا وذاتكم مسألة وخلافي مسائل فربضون عيمد سكو خلاف سنين ومن حيث الدليل عن خلاف أقبلين باتشرو باطل وخلاف كي هاي أف 40 مسألة يهل مرسر في الكوكري ابن تيمية ويسلف كوسكو خلافين دليل كذن وقطعي هاي ما هم مسألة خلاف كجر مكين هيو ألا يكون الدليل أحد القولين قطعيا وذاتك خلاف دليلك قطعي مسو قارن وكايل ضوفي وسن فهمي أكسو سكاء صحين مجرد لقدا مسألة ومسألة خلافها هو قادن دليل كيد إنو يهي دليل ذنئة من الطرفين وحادعي كرته أحد الطرفين إنو دليل كيسو يهي دليل قطعية مما يفيد اليقين والضرورة لكن إنك خلافي وسن سوق قارن وين بدينهن مسائل ألا أفرتن قارن وهل مرتري دور بقول بقارن مسائل كنوع عاس مسألة أنا كمدة الخطبة بغير العربية في يوم الجمعة خلاف باكجي لكن وخلاف كاسي أكتيد وغير معتبر لأنه خلاف كل سن على خلاف الدليل القطعي مقالات دارير بانو كقر بداية السبيل وذكاء آخرين كرتا لابد أستدحى مثلا ربنا برالوجي بابنا يعني ضاعة المال في غير وجوهه التي أدنى الشرع فيها وحباب هاي ربد الله إسكر بي ضاعة المال وحولها إن لقود ميو لقود بيت ماليو في غير وجوه مالي لقود بحين تري ميلا أن كاهين التي وجودها سو أدنى الشرع فيها شرعيا نقوف صحيح لقود بحشو حولهم ما دام النعمة ربنا سيئي أيهين وحال دون إلا إلى اليوم مال حلالة أما واجب أما سنة الله بحيو مالها رب وقرين لك إلى اليوم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا
إلهي صدح حالو رالي إذن كغيه وشعليها إناد سميسان ويكره لكم ثلاثا صدحا ربي وايدين كهوداو ربي مجع إناد سميسان فيرضى لكم رب حور رالي كي هي وجعل أن تعبدون العابدان إلهي رالي وكي أدوميسوني عابدان ولا تشركوا به شيء ربي أيضا وحبا لو ذا جن حقوق دي سخاص كا مخلوقات كذا أحد كمذا أيضا لو ذا جن وأن تعتصموا بحبل الله جميعا حرق إلهنا وضقبستان دينك اللوجدة كتابك ربي كي يطبت إسلامك إن تقود الأكتام بربي جعلي ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا حقا أيضا كلا تقنون أيضا كلا دمانين صدح لاسو ربي جعلي كي يقول عابده وحدد أمضة هي عدم الإشراك عدم الإشراك عبادة الله وحده وعدم الإشراك والاعتصام بكتاب الله مع عدم التفرق صدح ذا إلهي باتشعل وفرس هذا ومحي إفراد الله بالتوحيد ووحد الأمة ينبغ أهر مري إلهي والتوحيد كل وقوني إلهي عبادة إيو أمضة عابده يسوم ملايس ناطوم بدفر نقطة هل كليا نقطة ويكره لكم رب وحيدين كهضاء قيل وقال قيل وحال يلي وقال هبل وحيدي وكثرة السؤال السؤال فربضون معنا درون علم كل سنين وإضاعة المال هانتدو اللباتلو لقعياره رواه مسلم وقد تقدم شرحه حديثك وصوهر مري وصدح بغولي أفرطا بينك وصوهر مري حديثك سوف فاسا مهمدوا وإضاعة المال وحيابها ووين رب كهضاء يعني قيل وقال وحالا هو من شيقوي وحدن هو بن شيخ وخطر سؤال فربضان امتحان يدبا كجرى اي فضول هنتدي للرب اله لو عابودت كو استريده شرفت اي غبنمده كو خدنيدنا ان لو عيارنا وا خلد كلي وعن وراد كاتب المغيرة رضي الله تعالى عنه هل كاسين حد كو سمبر مسائل كيسا املى علي المغيرة من وراد كي اها كرانقي قراقي مغير من شعب مركو امير كاب وحو قري جري قال والرد وحول أملى علي المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة إيري في كتاب رمبال إلى معاوية أن قري رضي الله تعالى عنه فدام أميرك وهي خليفك مركا أساق معاوية أها مغيرنا والكا أها عراق ملكة مذا يشام واقي دنبابا كتاب يوريكتام وراقي الرسالة أن قري أساق بهذا أن قري أساق أن يريني أساق أن أكراني محوكو قري مركا صحابي معاوية هران سوي دي سؤاش أصل كيد وين صوم الرأي أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نبي حورنجر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاة والبول فرد يرقضاش يا دمرك كبح حورنجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع ألا أحد هر استاي كرم مجر لما أعطيته واحد بحسه ولا معطي أحد بحين كرم مجر لي بكر لما منعته واحد بديده ولا ينفع مطره ذا الجد أي ذا الغنى منك هضن كي تناد كأود لأوديس حب مطرت منك أديك منك أي من عقابك عفوا الجد أي الغنى منك هضن كهضن تنمديس عذابك الحق مطرتوي ما أغني عني مالي أوي ولا ينفع أي لا يغني بيكدك أنتاي وحب مطروي ذا الجد أي ذا الغنى والثروة منك هنتضى أي تناد كي هضن كأصاحبك منك أي من عقابك وعذابك الجد أي المال مال كسو حمد ترول وكتب إليه حكرا أقري مغيرة إلى معاوية أقري أنه كان ينهى نبي قمت بن كريبج عن قيل وحل يدي وقال وحيد أضو محاكا دقاي ننك من تناغون يوركم من قيبنا محاب بدك قلي موريا تاي وإضاعة المال محايا لبين باكو قدوما بنتي باب حكفا فيني قيل وقال هذا شقا كدقت محال لها محا عصب محاجر يقول يوركب الراديات وحي الله شيء قبل أيون سيق الدنيا أنت ما قال هذا أصعوني أما ورهشة وإضاعة المال مالك والله بيت مالي الله وعيار وكثرة السؤال سؤال شاء أنا دائم حكم كوكو حنين معنا أن الله يوم ويرام بين صوم الرأي إيه كيني كرت دباتا دي وكو كيني كرت أما مسؤول كوكو كيني كرت أما أمدة دباتين كرت وكان ينهى حنا بأمدة كره بجع عن عقوق الأمهات هو يمكن لوعى سجروبه معي لو كان يقول لهن آباء وانا كحق وين هدي ووأد البنات الدمر قبلها انا الا نول دوغا يو نو لا حبال وسدي دقنك عربيده جاهلي ايو كبقى يا معيب وانتي هدو لا اسلايو لا اسبابيو ان ايدي لا قفاشو هدو ريره كلى خوق او عرور دشو اما ادون سدان اما اي كبقش ان اي كخوماتو هدو انتي بيل وين اي ميلهاسي اي كخوماتو اذا دقن حويه مركه اي يقانين وشريعه هور استاغت قرانكن او كهدلي
ومنع حق الأولى الديدي دي منهم أمضى كرب وهاتن ضل بشو حدا لهاي منع وامحي ومنع عداء الواجبات وحديد السائنة الحق الأولى بحزور حق قرابة بيلك عرورة تيها كيها وينك زكدي واجبات قصرينا دي بتمو قريد وحضنا كينا الليضة وآفو أنا وحباب بحن مهيو حق النصوص عضاء أردق نحوي دعمه من إسوي دارتان وإصدافان أنا وحب حساد نوح الأولى ما الأولى عليا للربا ومنع ديدين ديد ديد اللي ديد حق بحنتي سنة بكم ما ذكر ربيه وهاتين ضلبة شلا ضلبة وحضنا لهاي أما هذا مضنين اللي هو هذا بدره متفق عليه وسبق شرحه سكنا وصهر مري اسكم يلبى نقصهم مري المهم سلاد وحوي هنتذوا شيء مهم والنعمة إلهي إلا أنت يدنا نورش ما تشريسه مركا هلو فرع ذيكو هلا قفر ذيكو ميلا حنا لغو بحنا ميلا هو ناقشنا هلو قد دارين لغو بحشو آخر كايد لدكتو إلهي أكتيسة وحلا دكتو باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بالسلاح ريبد الله يسكر ريب روح مسلم لغو فيقه هب لغو فيقه الإشارة النهي عن الإشارة إلى مسلم بالسلاح ترئيه ورن إيه حبض إيو وحورن أو مركا هب أو دبات يدد كمسلمين تدقال لغو قلي كارو نروح مسلم هكو في قنان لغو قلي يو النحو حي لمدة هب حي لمدة ودباتك لكيني كارا سواء من كان نقويا ننك مشيركا إفيقيا جادا مد ضبع كتاي نقويا أو مازحا هازلا باقو في عن جادا كوحكا سور جيدا هازلا الهزل والجد باسكا سور جيدا والجد بس كسور جدا عفوا سواء كان نقول يا عفوا سواء كان نقول يا جادا مدى نبكتها في قد وكفي قي يشارد ورا كي قري كش أو مازحة مدى الليل النقية ربي الليل بين الله قالين روح مسلمة كسي كم منا الله قال روح مسلمة قري وكتاك تام واحد باي يو النهي ريبد لسكر ربي عن تعاطي السيف السيف إن السودي بي ورا وح الله وحمد ديلي عارض له وحافي عارض لما مصنوع سوى قلة سوى قلة لسوديو قال كيس قلي أديب تريد قال كيس قلي أديب سيفت قال كيس قلي أديب سكر الدين لواي حق الضم بودي بعده حق أفك هراقبه هذا عيكر تتصات هذا أصي قد كيس هودي من سيفت خصون قط كل ريح له أما أنت أسلك فتان أي فقط طيف فراك وجويسه مركزي سوى بالك باشان مير كقابن إن لسوديو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشر أحدكم مثل صنفيق لما كنت أجن إلى أخيه وللك بالسلاح هب فإنه مشير به شيء إلا إشارة هي إلا تاجع إلا يدري موغو لعل الشيطان الشيطان كأنه ينزع سيبه في يدي أي ميدي قاعد تكسيبه الشيطان بابا كافة يسنكر قرب قرب من سوتك تسيف من سوتك تحقى ولا لك فراضه وكبحين كرابة هذا يكون لباطين وعلك بديبو قيسن فيقع وحقود عيا مشيرك إنك قرق التاجي أفكاله يا أما ورنك تاج أفكر عفوا في حفرة من النار قد نارت بكل عاية إلى سببك معايا لو حديث اللود اللي شدوه هذه سبب كؤو متعدية هاي مباشرة معنا ماله إن أول لك دل مدونين إن دباتين مدونين أو مقصدين إن سيفت أما ورنك ودي بان دوني متردي بالله وديبه لكن ما دام أدخل عفتي أذابت الله قلت لك عليها قلب كان يهب كان لو ديبو waxaa laga soo qaadaya in aad tahay in u qastay walaalki inuu dilo laana sabab kibaad ku xad gudubtay al mutasabbib idha kana mutaaddiyan qaddima al mubashara qaadida aydwi eel aad meel gud aad meel khaldan ka qoday baaru ha magsan ha iska lugeynay ku dhacay ruuxa ku fakaday waa kuma وأنيق مباشرة أنيق أرد هي إسعاد أرد يكون لعبة مباشرة أو ماشي كهل وضي لكن أذوق ما دام أن مال خلدن أو وضب رب المسلمين يطب إسلام أتقى قضي روح دي دي سي مكتي سادة لقوله لأن متسبب هو متعدي معتدي هو مرك المتسبب أو السبب إذا كان متعديا قدم على المباشرة نفس الشيء حديثك والدليل ولاك سيف قال له هاو ديبن ورن هاو ديبن قال كيس قال هذا ديبت أو لقول ديبتو هذا إسكال هو يدم بيجي وما قصد دينينه هنا سوى كان متعديا مركو حاوي وحلقة سوق هذا يا كلمة مباشرة كلمة مباشرة قاعدة كان هو يشجعانه
السبب مع التعدي كالمباشرة ولا إلى هذا قاعدة قابضا بالله يا لو عبرة السبب مع التعدي كالمباشرة إن الورقة كسودي دالغة سوقاضية قصدي الآن تدي هنا وغير معتبر اسكي إلى لي متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وحول نبيك كن يدي سوهي من أشار إلى أخيه ننكو غفي قام كتاقة ولكن حقي بحديدة وحف له بربا لو جدا وحقويسة فإن الملائكة تلعنه ملائكة تلعنه يسروح أسقا حتى ينزعل هوشه وكتشوك سدوه وكتبت كينه وإن كان أخاه لأبيه وأمه ولالكي هو إيا أبابا الله كردك أحدك وحقو في قهيو أحدك الحب تاقي سيد ورنك قال الله أولي بيسو يسيبت أفكا قال كلا يتوريد عضي سماها هو يدا يولالك ولالك اللحم الله كردك أنه بقولي عليه الصلاة والسلام بمعنى ومحي ولالك هو يو اللحم يا وشقيقة إنه أحدنا دي بولقس ديني بايس كعب أيضا سيدة النبي وهالكاس ومبالغة في التحريم والنهي نبي كحل إيرانية إن هوش أو نجهر يستاجو أو إنه ديده وعك الصور اللي باتو كين كرام مسلمين قوله عليه الصلاة والسلام ينزع أويلي ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وحال حركي عين أن دبع لهين لآخر يو قدم بيس حرف كلمة ذا مع كسر الزاي الزاي زنا الله وصل ينزع ليه هذا من النزع طيب وبالغين المعجمة والله أخريا مع فتحة غين والله أخريا غين كردبا والله أخريا ومحلق غين بالأخرين هيا مع فتحة فتح الزاي زاد على كردبا هيا ومامح ينزغو ينزع سوما هين وزاد موصد قنين عينكو ميشو قلنا غين كانوا ودقود أسوك دمالا لكن زاد المرنا كردقي مرنا هذا وصد قيسا عين كان مربى غين وبدليس ومعناهما متقارب نزع ينزغ واسكمت نزغ مره غين هينا وقضين عرابين شيطان بار الغيب اسكو كندرو توري افلو اسكو ديبني وانت اسكو حنقنا بكو غلين كرابا شيطان بار اسكو كندرا يا هو اسكو كلي سدا اورتي يقودي ومعناه بالمهمله ينزع معناه هو هو يرمي لعل الشيطان ينزع في يده قعد سنو كسيبا لغيا وورنك بو غنو وبالمعجمه ايضا وحاو يرمي ويفسد انو غنو اسكو كندرا لغيا با وما ينزغنك او كلوي نزغ مركاسو اسلكيس هو اغراق روح الروح ان لغو ديرو لغو عرابيو لغو قديو لسمر يا لبد شي يا ليلدا واصل نزعنا الطعن والفساد وين نزعونه اسلكيس هو ان وحل الدورا اما لفساديو. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله عن يتعاطى الصيف مسلولا نبي مدحو كربي ان يتعاطى الصيف سيف لسديبه اما لسلاعه مسلولا سوغو غلا او عضي سماء راه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ادابتي اخلاق المسلمين توي حق هبك يا اديق امك لا قادني اما مركب بمباني هلا كلا قاتا اما قريه هلا كلا قاتا اما وحف لو عارض يمدي عارض هلا كلا قاضي وحف دغدغ هياله وحاصن وان لا اله الا الله محل شاهدكم نبت قليده ورالها مسلمين تو انا الى لسو وكيل الديدي حتى ان مسايد لا سو غلو هب لا سو غلو مرحبا معاتي اه كوان باب قلنا كسو مري روح المسلم كان لغا نخيو وحاران وكبيره من الكبائر لما اقولوا هذا برانكي الله كعدين امته كبا بيسه سوشيال ميديا وركي سيبد حسيني زين تعانكا شقا ولا غدغت المسلمين لغا نخيو او هويريد لغا نخيو عروتي لغا نخيو اودي دبغب هيو سعود لغا نخيا با شق لعق لغو رادينيا هاد وا والله بناي سنايا برانكي بان كو دغيا لغو له نما صاحبتين باكو اركدو ميل ودا اسو غاري بو كاد بكيني سو اردي كوغو سو غيني كعر وها كو دخي ما معها سويج كبيها قاده هي موتور قود كو دحايس نين انا صاحبها ودنت الله يرحمه يا ولاد هذا جوغا يا هوش هذا كور انا و سكونو جيت غاري سو عيري انا و دورو مركو غاري نو سو دو اسو غاري و خوغ اردايو إنه نجن حيور ربا رقم نبى إسكفاد أو إسكهوا البدن شق موسى الله يرحمه مركز أنا أني يو وذاك عثمان ها يو وذاك لو عبد وان بطن يقول وان كلا بتبودني نين أنا نجن نجمل بشرك يقدر كتير
سيبو دوغان نخن كرتا الى امن كان ايغون هشينون كرو وينه بي اي كلا تيمنا اخر هذا من النولي يعني نحدنتو نحي وداد كحور يقول لي عفن ماي ان الله هشينا دحي مايس الدموقت ابو شاء الله ابو اقول روح مسلم لا نخيو او لا عبسيه وا ممنوع وا كبيره من الكبائر قال لي اسكو سو غوين اسكا دايه سيف اما شيء افل نبي وديدن يها اسو غلا ان سو ديب باب كان وباب كلا باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان صومالي أذان بس كذا ضوي مذان متكاس ناس شغل شغل ملا على الوضع عربيت وإن لقابيه من أذن كراهة الخروج من المسجد مسجد كإن لقب حين الآن لشعلين بعد الأذان أنت لا أذان يكذب إلا لعذر ضن موين موين حتى يصلي المكتوبة صلاة الله أذان إلى الروح تكده هذا مسجد كتير لا أذان أي سكتش سك صلاة هبحين أنا الظروف قبستها مهين وبايلة الغوشة أما أدو ويسقبين أما أدو قبيس بأوبها تومركة جنابة أحسوساته يعني الظروف الغوح يردارو كيني كرتين مركة كردقة على مسايدك مهين هولك لا أبحهم وحيلوا علامات منافقين وعلامات منافقين عن أبي الشعثاء سليم الأسود بالي هذا قال جاب ابن زيد ماها أبو الشعثاء وننكل ونجري سليم الأسود قال حولي كنا وحانا قعودا كوفرية مع أبي هريرة عبد الرحمن بن لفرديني بن صخر في المسجد مسادك فأذن المؤذن مؤذن كبا آدم فقام رجل من المسجد نمبا مسجد ككع يمشى سوى اللغين بنان كل لغي فأتبعه أبو هريرة بصره أبو هريرة وحول الرعي إشه سيفيري ساسو إيغي حتى خرج من المسجد إلى ونك كبحي مسجد كي فقال أبو هريرة وحولي أما هذا كان مياه وأما ذي تفسيري ذهيد نيكا سوق مساد كفديان بحين نبي مع عاصيين باكو قدرا لكن كان اسوق النبي عاصيو اما تفسيري ذا القرنيسان اما هذا كان سوما اسوق فقد عصى وحكوك عن سيرو عاصي ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم رواه مسلم ابو القاسم بو عاصيو نبي ديدي مسجد كان لقى بحو بعد الاذان نيكا النبي عاصيو وكبحي وي وحنا مركا هو اركا بورينو حكم كقرن نيكا اسغا وحديثك هو يقان ونهي يقول سوق قاريب ودرين سنية حق خاص وقاية هديك لموسن كل حكومة إنه عاسية موسن حكومين أما هذا مركا ننك أنكب حين آذان كمركو دعا مسادك السوق مسادك سلادة كل سوق يتكدانا نبقى موسى عاسيين باكو قدرا مركا إسكاء إلالي ونقام المنافقين تا مسجد لقاء آذامي أما لقاء أقيمي هكار دا قاقن أقيمات دا كسي دنا أيضو آذان كبار يابروني باب كراهة رد الريحان لغير عذر كوشد الله كود رد الريحان وحيابها عرفت له لديده لغير عذر عذر دار الآن ريحان كو أسل كيسو وكل نبت خفيف المحمل ذو ريح طيبة ليلة نبات كنقار كير كبحية حق النفضوط حق النودقون عرف يا ريحان تلقيل هذا أنه قصوا مالي الريحان هذا مغلان بالك ريحة آي سبق اللي قدر سنجري أما اللي قشيري جرانس كغضان إنا ريحانتو ونقار كستو ادقوم ويو حق النفضوط dhagaha la gashado jeebka la gashado reekoosigaad ku arkaysaa iyo reem muqdisho iyo reexeebad koobsha aad u yaqaanay waagan barfuun iyo xugo udug u san jirin reemiyuna way uun san jirin oo qaya iyo geedo la jafay waxaas ay isku qeejin jireen fooxa iyo deeyada ay shidan jireen reemagaalkuna caleen qoyoon ay dhagaha soo gashan jireen isku carfin jireen dawlaas markaa waa intaan la helin alaabtaadaas marnaysan jeebka aad ku wadataan عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض أنك لوب أنك عليه دشيسة ريحان نقار أدقون دوق أدقون علي أدقون فلا يرده يسنديد فإنه محيل خفيف المحمل أي خفيف الحمل سديد يسوي قايدس ويفضض العرس كما هي علي أن يرى دقها قشطة أما شاف قشطة أما أنت يرى ورصة مركي إنجكتة أما بابا أفكت ورطة معيك ويشا فإنه خفيف المحمل محملي محمل لو الاخر يا مره مستر بتكدي مره نظرف بتكدي اذا مركز زماني اما مكاني طيب خفيف محملي قائد يسمى فوضى وي ومن الحمل يا ان لقاض اما فوض اما لسي تود حمبار سنه فوضى طيب الريح عرفتي سنه ويدقونتاي عرف وناقصن ريح وناقصن وي محمل كاسي او خفضها محمل كقولي او حيد هذه ما هاتي حسي واتي معنوي هاي او ما هاي لو ما قلت شيغان يا وي من يا ابال وين كاسو قاري ما هاي ما لو يد بان ريحان هبل وديبي نينكو شعبي ما هاي
وحان اسكفوضون لقوه قلت شيئين كانوا لقوه أبال شيئين كانوا مدى قالوا ادقون بحال قد يدا وكو أنفع عيا من شيئا نكبق ميسدو معناها سنوا في عيا أدبوه ناكسي ريحان تامرك وحوال بو ادقون باللوجي دا رواية قد أدبا فسرت من عرض عليه طيب ماشي هذا رواية مسلم أيتا من عرض عليه الريحان أبو دادو حكوري باللفظ من عرض عليه طيب وحود قونك لو بندق الله زيو هاسك قاتو إن مركع عذر دار جرم مويل عذر دارك حكم ماذا اللي جواب قبط هذا وياد بس برفون سوب بحيون قال شق عندك إيه ما عشتي معجر صنبور بيوقع على ياتر اللي قول عذر داري اللي عذر هذا يقال اللي قول دي ما هي إن دي بات أي جرتبه مويل أما نين كان لو عرضها يا عذر كبعد أكتر إنه هدو كوش عب هاي وياد كوسا أوسو الشير هاي أيان ألاب دي يكون شعب هيا كديت كاسو من نجيزي بلايديس وعن ناس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة نبي قمت ديدي تشرين من عرين تشرين وحود قنوا له هدية رواه البخاري باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه وحبابي هاي كراهة المدح في الوجه روح كفول كفول إن لا أمانه صوك فيرنيا أضمان كحريرته إن الله تعالين وسم بناين يان لعقلين لمن خيف عليه مفسدة إنك اللي جبقى يأنو كفد نوبه أنت أنا كدر بكورنا يا أنت وي أنت أنا كدر ساسان هاي وعزان قبطي وذات به وهذا المشي يقيمد مركزه يري تدخل وقتها وانه البقاء بربه أبو ري مركز سوري وذاذو وذاك عبد النور هذا الله ببل تكون غلقون هيا هنا قالها شان ربا أنا ومرك ويرنا حوا حاري عبد النور ساس ودام يجلس حجرا مع ربطها كنت مسجد بإله إيف الذيب كنت مسجد أنا وان مرقام حن ما شاء الله كنت بعض استكي كنت كوبات بس هذين السائل لقى عاوية ما يحوله كنت مسجد بان كهل الله وان كم حاضري كان ربا كنت يكون أنا كده عبد النور إيدي وانس كده قا وركبت فانتين بانو ملي وانت مقع اسمه الشيء قال هذا هو تقاناني مركو حو نيول بميلو مقع كراد لي سومالي دي سيدا اهيدا داد امان لسو استكتود وجوه دو كحررت اما محاد سوي هالي سوي اسكا الالي لمن دول كي خيف اللغة بغي عليه دوشي سمفسدة من اعجاب انو اسوب بغي ايو ونحوي كبيرو كالي واسم هذا نيابا dadka hadii la amaano la amaano amaanta laga badiyo waaga dambe naqdinta dhaadida kabida cirbinta halka la cidbiyo toos toosinta nasiixada ma yeelan ka daaya amaan dadka ayara hada markii dhowr go'le maasha Allah waa fiican tahay maasha Allah xugo wasir afuufa haya baasha musibo wey binaadku amaan wuxuu ka jecel yahay uma jira amaan magac magac wax walba lagu doorsadaa wax walba la dhaafsanaya kursiga magaca sumcada maalka iyada ka daran dadka amaanta ka daaya haddaydan daynaynin markuu maqan yahay amaana uu markuu yimaado ceebihiisa u sheega laakiin dibka jira waxa ninka ceebihiisa u sheegto shaada ma qoshu bimaa oo ka dhimanaysan ba waad ka dhimanaysan Soomaali intaan ka warqabo hadaabad wadaadka laba goor naqdiso oo wax u tilmaanto adoo daacad u ah ubu ku culaysan ba inta uu naxamleen ee kol bogiska ismaanka intaas uu wadan ba adigu toos toosinay kabahay wax ku arkay inaad wad ka fankiisa tuliso afada sajirta sidina Umar baarkadu tan caawu wuxuu sameeyo nimanku ka hadalad kaaba ummada ugu jecel oo raatin jir oo rusin jir marka daacad tahay ninka dantaada wada iyo doqonka iska ka daba hableen waad kala garan adoon inta aad ruuxbaan naqdinaya ama xitoosinaya baasho dacaayaduna iska wada hadee waxa la rabaa baasha aqal in lagu daro aqal lagu daro tayib waxa taa naqdiga arba loo sameeyo aad wad u fiican tahay oo si fiican bad wax u wada bariyan aad baan kugu bogey laakiin ha laakiin baa la daba dhiga habada la iskama bilaabo waa fantin barumale arba xuu suuga lagu hormariyo iyo dufan
روح عمك لا دوغا يخوغو دفن با لا مريا خوغو دوغما لا هورمري من عجاب اسبود اسبوغو يي ونحو كبير انو كقلب لا غيبا امانته وجهيسا لو امانه يي وجواز امانتي وجهي كفول كفول لو امانه بنانته لمن دولك امنا لا امن نقدو في حق اسغا خاص اهانديس من ذلك في النضع يضا من كان لو بقي انو كفيدنو ولا امانه كرا صدرت بنبي وصحابه هرتدو كو امانه dad baan xoolaha ku yaan siinayna anagoo ku eeni iimaankooda ku dhowrayna dadna waxba siin mayno waan qadinayna anagoo u tala saarayna kalsoonida rabbi ku qabaan iyo iimaankooda minhum furad ibn hayyan minhum ju'ayl ibn ma'in min suraqa sahaba badan nabiga iimaan iyo qanaaco iyo zuhd u qiray kuwa janna u qiray ayagoo taagan kuwa u qiray intay nool yihiin waligood inaysan gaalmay ku dhacaynin maalinka adduun ka baxayaan ka bacaana inay ka ban u sheegay يعني وحوي وادتك ومقامات هسود حاب قادن لكن آدم وحأبضا إنه أمانة إيدي أمانة كيري صدرت الحديث معاوية وحوها عند المجن قصم إياكم والمدح فإنه ذبح ورأمانة إسكائل لي وقورع روح ويقورع ذا روح صعون لهاي وحقاتين لهاي بدن لهاي عيب تسدبوا فرن لها مكادون بمبوني سواق الدنبي كفيد وين بوقشن هدو نوح كسيب الأركي مهاي أمنت ومشكله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي نبي محمد رجلا يثني على رجل ننك لأمانة ونبي ما قلي ويطريه كحل رانيا في المدح في المدحة حق أمانت أدبو أمانة وكحل ديراضي ونشناش أمانتس فقال نبي حور أهلكتم وذا هلكتين أو قطعت أنواد جويسين ظهر الرجل إنك دبر كيسات جويسين عنق الرجل ورواية كالعدك أوليه وإنك أنواد بابئسين دبر كيبات جويسين إنك سعون لها إعيب في سقرسان لها وناك كود دالي لها إحو استهنسنا نفت في سين نفت في سدوري هذا وحسكا لك إعيب كسالين هو فوق النايم با بود بلابي بيرق وايد سيدي شيطان بابا كفا إيديسا متفقون عليه وحديها شو الله بس ليا بنايه إركاسا وشو مري سابا متفقون عليه والإطراء المبالغة في المدح إطراء هنا وكحل ديراشة أمانتو الوحل ديرادو أمانتو الوحل ديرادو لا بعذر بيقبتاه ننك نوي آفين بيننا وي راعي مركز دنبي بيننا وي راعي وحن جرين بضودي هير كان هذا كلا هيا ومدى نظال إلهي كورد رقبتي إذا نظيهن ما هينو حدي هو واساس أظن بانسكو رقبين اللي وحاد هيبا من اللي بحسن كتابتي مرك أفدا وين لجوجيو أفدا هذا وحب النقطة والقريبة الروح وين ما أنت القرية نقطة هاد سمعنا رجع تقولي هذا وترجمة استوى ده هاد أنت عصري هنا بقولك السنة ومدة قدام بيسي كتب تلا قرية إذا ده لقى قرية أم علماء لقى قرية أم ما ده لقى قرية أم سياسي لقى قرية فيري وذات كوالو ترجمة اسم مالك كل شيء إلى مالك كل أنتي بقى لقى هاللي هل خلط أولي يا هاي يا هل عيب أولها يا وحوك خالد من ليش أمان سيأسعد أذول شو ليش هو نكوا وملك بق رسول معصوم وشو أهابت كتريس أخرية والله يا بيسان برادم وحي صمينا يا ماشي السلف كم كان ينو ترجميستان أي وناقسي يحميه سب الشيء جاي سلوا قد كتونا ما لو كوا خالد من برقيسة مسائل ك لا تفرضوا حوالا كون نقدي ما لو كوا خالد من طول بابا أدب يا أخلاق يا الدين بق ويتابني وناقسنا ويشيء جاي كذب يسكون ميزامية عند التراجم ساسي هاي أخرية وذات كاتونتان سوق هذا ترجمة ديس هل خلط محاسن ساسي الله قبضه يا مفاخر يا مناقب بيت يا لدي وحور انت سنة رحمه الله قبح هاي مركاوشا موانك سنو لباته بضم بيكينيس وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر عند النبي نمبى النبي أكتيس اللغوشي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل نمبا مركا كؤماني خيرا خير كؤمانو ولب الركادي أمانتي فقال النبي صبر وحر عليه الصلاة والسلام كيري ننكي وحماني مادحها ويحك ورمقعي جر قطعت عنق صاحبك يعني هدي يدو ويحك الله في ريو سياق يدو بمعنى ويلك كوي ورمقعي بأوك لي أنه مركا روح عناينه ونربنا يركو لنا مقعي بأبان رهنا ما كان حقوق كل كل ما يجي تربان رهنا وكل دوان تاعي ويحكي ويلك وقعي يقون هين بكلا تاعي مركز كل رات كينس ورقي رضيه
مركز حيوه وقاب ودي دنتاي عنانتنا ورقونا هين بالليداي ويكل دوين انكستو إلا جقو يسكتا دانا اسكم مقلعون واتاي ويحك وربقي عيبا قطعت وحد قويس عنق صاحبك صاحبك قورتي سيبات قويسوي ولا فيسوي يقولهم مرارا نبي وصدح جربك عليها وش عيادها وعنت صحابك إن كان أحدكم مادحا لا محال أي لا بد متكين هدوس وحمانة يو أمانة سندينين فليقول هاي دا هدو أحسب كذا وكذا إنه سدا سدا يهمن أمالين إنه عالم يهمن أمالين إنه تقيه الله كعب صدا أمالين إن كان ولب هدو يرى مد واركة أنه كذلك إنه سدايا ولب الله ما أقول أمالين هذا هذون وحبوك إنكم كوكين هداد وناقي يا خير كف ليسو كونوا أكتهي كونوا أمالين يسو حاتر هذا ساسا أمالين وحجز مني هقو آمنين برها كوب قوينين وحنفلها يا أمنين في عين يا ما دام أدوارت وناك بدن قوارت وحاسيبه الله أحد كحسابها يا أما كفرا أما كور قبنا وإلهي ولا يزكى على الله أحد رواية كلي ولا تزكوا على الله أحد ولا يزكى لغم أمان على الله إلا درشد أحد من هذا لما أمان روحنا تكا أمان منافق ونوان كرابة أضوح وره ما هي سيدي إني سويناك وناكسن بو كتوصي إنا يسون إيا وابي وقرصون دا حكرته وبلاي أروق إيا مالايك بحتى قالمي حسد يحقدي كركا كورا أضو اسكسا ساب كركا كورا اسكسا نساب أضوك متفقون عليه أفقبات ثوي اسكبا دايو نبقى أمان تلي هديد دينين وحان أمفلها يا رها وحان مرينا يا ألا نقو أغي أفقبات سادا انت أنا كقهرة وأقول رسالة لورنجر وكفعين ودادو هذا لك والإسكدة أمانتم بالله بالله صحوه واقف عصبيه ذي حقوق تعرارة قبتي حابضا بل إلى رنتر وهذا اللي قلت من هاي اللي يستاقي وعن همام بن حارث عن المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان نبا قد قال أن عثمان أمانة حلوة خليفك أها نبا عثمان إلا مدحنا إلا أمانة ورقم بيس كان قلتي فعمد المقداد مقداد وحقوق سدي إنه فريستو وعرأوا رسوده فجث على ركبتي أي عمد المقداد وحقوق استوى أما جذع قري إنه فريز طام أبو جبة تبصده فجثا وحقوق استاقي كفريز تي على ركبتي لبدا تجيب روحك تي فجعل وحقوق جذع قري يحث إنه هو بين يقرون في وجهك أمانة هي وجهك الحصباء قرور حي النسك عرض أبو صاقو صير هاي لبدا تجيب أبو كفريا نسك من تصاق هذا وجهك قص صير هاي النوين وضي هذا أمانة هي مذحويني عثمان وفريا فقال له عثمان وحور ما شأنك محاكوا هالي مقداد مية ضلات مية لغمري سعجرا فقال مقداد وحور إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين كوا أمانتا بنضل عركتاني أمانتا شغالة كردكتا فحثوا في وجوههم التراب وجهوا على الركب وحشكوا الصيرة رواه مسلم قال وحيدنا حديث كذاهر كسلومات شيدا وحلقوا ذا وحبها سنين قال لها أمانتا بنضل سياسيين تيب بقرة تذكر مقع على أمانا محيدونان حدوني أمانة إن لقى أبو المريوح يقول له ديبه وحبها سننا سو طيرحين هي وضل ضل ما هي سيد حيدا طبلا ساري مركو الدارس كقدر دقاقة ومعنه وحيا الله سني وجهه عرقو شبه وحيدة وكناية عن الخيبة والتخييب إنا وحب الله سنين أولا قضية حرمان وي معناها سوى ذا داكو فسر رقبا بولي بحجنري لكن سيد هاركا سحابيك حديثك ورية أساق أنا قرنا قمي وحنوكو حنباري على ظاهره وكحن بار حديثكم عن رأي اللي بسيد داي سيد ابونا يالي رواه مسلم قل لها وحيلين هوشا وهول جفابا كتشرو النبي محمد وحام مكارم الخبر الله صوت دري هولها هوشا فاقشدع نبي قل امتش هذا معناك الوتش هذا ورقوا علي فاقشوين بذن باشور نبي قوات كي نبي قل حاقسوا انو ينينكي وها بروع عدها بروع عشد الجاهلية دوكالي فاعضوه بهاني أبيه ولا تقنو أبي عارك سقنينسية ولبها سربيبين عارف كل شيء سبحانه عليه الصلاة والسلام مربى يا وش قال لقى في ذا يا دشق مدح وإما أنك مادح شقوا بكرك تيبة قبل يبغوا ترين حقوق منسوس كير عدنا يا هؤلاء صب ضبق صو حرنية إنك وين لقيت تبي كارك وين عماد لقيت تبيه وش قبر لقى بحيرة وبيو بهذا فهذه الأحاديث في النهي أحاديث هذا إنه صوم الرب الوحي كوسا بسنت الرهيب الأسكر رهيب أمانته وجاء في الإباحة أمانتو إن إبنانتو إن حاكوي من أحاديث كثيرة صحيحة
أحاديث فربضان وليبا فيو قال العلماء علماء مسلمين وحيدا وطريق الجمع بين الأحاديث أحاديث أمانة الريبتي مدة فصحضي قاب الله جمعين هاي جيتك الله مري وحوي أن يقال إلا يدادو إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين إن كان الممدوح كلا أمانة هايو هدو يهي عنده وقتيسة كمال إيمان إيمان رميسترن ويقين كالسوني الدينية رميسترن هذه الوقت يهي إيه ورياضة النفس إيه نفع عربسان أو كبر إيه حسد إيه عجب إيه هولها كفا يو يو معرفة تامة إيه أقوان رميسترن حق الدينية بحيث لا يفتتن يفتتن حلو حلو معرفة رميسترن بحيث لا يفتتن معرفة سو كينيس إنو سنفد نوبي أقوانت الدين كأولا إذا هاي إذا الله أولا إذا هاي أدينا نفطا أولا إذا وحكينيسا إن هذا الميزان كذا رافينين بكينيسا بحيث ما ولا يفتتن سنفد نوبين ولا يغتر سكوكة ثمين بذلك أمانت الله أماني ولا تلعب به نفسه نفسنا يكون عيار إنو بينا إسا كذا أدعينين فليس مدحقا سماءها بحرام ولا مكروه روح هذا سيدا ياي وفي النآمن لغي ياي سو أروري ونن قيام بدن أو ياي إن لا أمان كره ما حرام ما وسول نبي يلي جري بعض صحابنا أي سمين جري وإن خيف عليه هذه الروح الله أمان الله قبق أي شيء من هذه الأمور خولها نصور شيقنا أوكالي بل الله قبق وإيمان جلعزين ياي وضعيف الإيمان نن الله يلسان الله عربية بماءها نن عقون دينه بدن الله ماءها وأن أمان تكون في دنوبة هدونا هذه وحكا الله شيقا بحناقية كرها مدحو إلا أمان والا عبي هاي في وجهه صغو تاغن كراهة شديدة ولي بكراهة حقبة وعلى هذا التفصيل كالقائد عن صوم الرأي يتنزل الأحاديث المختلفة يا لغو حنبار يا لغو دجنة حديث وإذا أرسن حقا معناها وفي ذلك أرنك أمان تديد ديديو وقال شيدا كيمت ومما جاء في الإباحة حديث كتي من أمانته إن البنانته وحاكمته قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وكيدي أرجو أن تكون منهم ونصوم الرأي ونصوم الرأي حديث وذكرنا إيسا وحان رجينا يا ذاتك الباب ذات شندا مذو البلوغي يري كقرينا أتكمتها أي من الذين يدعون كو اللوغي يري من جميع أبواب الجنة للدخول أين أتكمتها الباب ذات شندا لما أنت سوء قاله وفي الحديث الآخر حديثك لو حكوي مد لست منهم كو مريها تشيدي حرقوا ذي أنقوي ذاكوهس مريادو كمد متيهد أي لست من الذين يصبرون كو مرض الرارعيه كمد متيد وزرهم عفو مع وسوه وجمع ازاره خويا لا كبر ايو حرق اوغيده نين دهر او دوبن بو اهايو marka مع وسيسو كلو ما كو خيراد وسون كو خيرن اي سيبته اما فيد اي دهراتو كدبنا وسو دحدو وقال عمر رضي الله وقال صلى الله عليه وسلم لعمر وحكو يدي ما راك الشيطان سالكا فجا ولغا شيطان كو ما ارك ادو ودا قاداهيا الا هدو كو ارك الشيطان سالك فجا وضو قاضاك لغير فجك أن وضع أهي وكيكو قصة حديث قد قرن إذا سو نبي محمد هوان قريشات وحكو عثان أيانو يسؤال فربضا ويدين أيانو وحنو كرد أيليهين وولي بهذا التكتاقين يعني يسيدنا عمر نبي صوب وقضي السلام عليكم يا رسول الله مصوق لا هوان كي مركع عمر هذا كيسين مقلين بي فشي لهذين ويكال عاري حجابك عائشي هوان كي بحق كمارين با قنطوب الحرب بحق إسكاديقين كل ود نبي هو قصلة نبي هو قصلة يا عمر صوق عليه حنبي الله مع قوس ليس أضحك الله سنك إلي قاضي روش هذا الله كقصلي نبي الله محقق قصلي حوله وين كان يا عاية كعري هود كان يا نبي يا عمر هو قصلة يا وإلى فديم بول سؤال يقول دين نفطي بأي كيران إلى وركانه بتاك تاج مي أنا يقول إيه ميسه ميسه نبي ما كادوا قصوب بحدي ويكلا عرري markaasu wuxuu ku yiri Umar waa hadlay wuxuu haweenka buu aanantay waxaad gaadheen buuna aniga iga heebaysataan suubanaad ka heebaysan wayda haabay dhahayn anta afadhu wa aghlab in afadak oo qallafsan baate nabiga waxa naxariis badan yahay wa iska dhiciye saasan kaaga qararay marka wargaasu nabiga xadiidka u sheegay wuxuu wax uga jeeyay sheeydaan ba haweenka ogdhowey ciidan kan oo dhan iyo wixii la halmaalay Umar uu ka cabsado Nabiga maanka ku yiri xadiis maanka qisaas suraha wala hadithu fil bab fil ibahati kathiratu galaw ninkay saxaabada ugu nacabtay wa sidina Umar wax walbo gaal ah ama gaal raaceena ama rafido shiicu zanaadiqo ninka ay ugu nacab yihiin waa Umar waxa soo raacay Abu Hurayra
لبداس علماء المسلمين نقول ابن عثيمين وابن تيمية دبوا آخرية قال ذو ينت قال راعين تؤودات كي يقول نعبيهين مسلمين وشيخ الإسلام ابن تيمية أي البخاري أبو عبد الله البخاري حق الصحابة أبو بكر عمر يو يا أبو هريرة عمر واحد وركيز وعدي سك إلى عليه شهادين ولا شهادين بوقع شيخ الإسلام إزاي ماش آل بيت الرسول الله عرضت ضيوبحيان عمر يعثمان يا أيوب حنجر أبو بكر علي بأوبحي عرضتيس حسن وحسين بعرضت ضيوبحيي شعب دوهاب صواب شو وحمايو عرض كيس وحوبحيي علي قبل ولا قبل ولا بكر دارين فاضم وحوبحيي وليش سمت كميد حسين بوبحيي منهم حوبحيي حسن هو شو أمريكا ودكتي ولا حديث في الإباحة كثيرة أحاديث كتمت إن أمانت بنانت هدان روح الله أمانة يئن في الدم لقب بقين ويبضنت وقد ذكرت جملة إن نبر أم كوح رحم باش أم رعب من أطرافها في ذي هذا كمدة في كتاب الأذكار بن كوشة باب المدح بكوشة وليبا قيبها وضم بكتابك باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء وحبابي هاي كوشة الله كوضي إن أتكعرت كقحضه مجالي بلد وكدع يطاعون فرارا منه عارتان سقط كعارك هذا دنك لو أوجب حيس هذا هوش أنت يقول لما تسافر بعد سكايد دنا هذه بعض المسات إسكا أو سفر يسولو ما هيست لكن عار كعار سحنون كان درت إن هذا عارتنا الله قري يا وكرات القدوم عليه ما قالوا وكدع طاعون إن أتقشه إن لا الله قلين إن أتكبحان الله ما أقوله إن أتقشان الله ما أقوله هلا كلو شو نقول مش زالو كرنتي لو معاني بدل ما نكشرو روح هدو ماشي كعرره وبلد كي أوتشوي وضعونك كده عي أو عرره لبع عذر بكتيرة عذرك كوباد ومد دينات من نوع مد عافي مات مد كدينات وحوي مقال كده حوم مقنية أمر كإلهي مقادير تزينة كبح سنيس إيمان حمو إيو قدر كنا لآمن سنين باكام مقنية مد اللبادي عافي مدرنا وحوي مربى هدو كلوروها أم وبوه أم ضعونك مال كده فيروسكم أمد أردن بودا قاد غالبا أديقا أرضي أمد كلو فيوبد آفينيس حنون كبابا قيبنا يسابا هل كذا تشوف قال الله تبارك وتعالى مده قليدنا ماشو كرد على سديدنا وعلى قوله عليه لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا مش أتقول أكتب بلايد لما هذا اللي بحر الله ما قاله أنت هدول إيه لأي دوحان أيضا يقلد إيه هذا نسكتشو إلى قارس ونروس وصفر لهم بس كبابا أيضا يبا بس كده حيث من قفع صوب الله وضي قنا وصوب الله ميت قريبا بأيك فردي وسواس بأكو قيري ومدي بأد ظلمي وحوضان بأد ضري هذا تكفر دي الله إنا وسواس كاكو قليم بأبضانت قال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا ملك ستود جوكتان بأ يدركم الموت ودكو كينا هاليلوي ولو كنتم في بروج مشيدة أبد كجرتان سرد دار بروج هو جمع برج أما أبراج نوالغو جمعية جمع برج عفوا بروج نوالغو جمعية إذن أبراج نوالغو جمعية لبضبا وقلعها بورها دارها دار مشيدة تشيد كلهم عنو وطايو ديرين كرلو قاضية أتكاني أذك توسفي عن حسنك يقلع عدة لوحوتي بمعنى لقاح قديه هذا كجرتان قيروا ويدي ما نساوي بمعنى محشو أيضا وكان صدي وحو الرب إذين قدري عرر إي عرر الأنبا كيدا هايلو هي ترتيب صدقه سنة دي آدابة إسلام كالراعة وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم أي بأنفسكم نفتينا هل الضوء إنها كردنا إلى التهلكة تهلاقية آفو وتفعلوا من بمعنى اللوجيو دهلاق عادي على اللوجيو دوي إذن وحوي أسباب طلقاته وآداب أخلاق إسلامية تنا وعقيدة لجارب إنات أدوحنونك وقبصده هذا ماك لا أدني ألا وين أديسه عمن عباس رضي الله تعالى عنهما وباقي يطاعونك والله كلق هذا كل طاعون وباب له وليس كل وباء طاعونا طاعونك يوبه وحنا ويسكشف بها وحنا وكل تقال وباقي يا جذب العرن حنون والبوصف مرأة وأمضى بلد كأجوك تام الزمن كان نول سما إك هي وذا يا وباقي اللي هذا أما شبان هن نقضوا أما هرقب يقف عن نقضوا أما نبرة صوداتين يفرق صوداتي يفرق عن نقضوا وحدون هن نقضوا أما كورونا فيروس هن نقضوا وباب الورمية حنونكم مربع ضدك هدوس سمو
ee dadku aadam waxa dhaqan u ah xanuunuhu inay qaybsan yihiin ninba hargab haya ninba madaxa ka xanuunsan ninba caloosha laga qaban ninba hawlo ka nabar ka soo bixi xanuunuhu marka waa qaybsan marna waa safmar xanuunka safmarka wabaaga la yidhaahdo أما طاعونكو وسفر نوع جونيو كود يا قنشو حندو تريبو دويا بوغا كاسو بحاية يا نمرو ميلا قول شيلا كاسو كليا هي كل كلا هي ميلا حبايس تكسو بدو ويروح ودنتو وقنا كولا له والله ما دوي عمنا عباس رضي الله إذا هذا مر بدو مر خصوص يعوم بكرد حية مر كل وباء و كل طاعون كل طاعون ووباء وليس كل وباء طاعونا كورونا فيروس هو وباء لكن ما طاعون. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج الى الشام، شام بوبح سنه كي توني تضبط دمات كي الى سيدي تمك بلوس. مركي بيت المقدس لا فرتي وامام كتغي وفريش ولوريغي وحوض معي انه كرميرا كسما يا شام روك شام وصومرو. شن مقالو واوين بان ملتيريك مسلمين تفرديي دمشق يا حمص هي فلسطين يا اردن يا قنسرين ما لا يدا وحق حيبت هذه حكته شنتا سليك بين مسلمين تفديون عمر شن اكل فدي عم نعاس شحبيل بن حسنة يزيد بن ابي سفيان ابو عبيده معاذ بن جبل رقص اكل فدي وعمر الاجناد لو يقانا برغيريو شن اي اهاين وشام كلا حكومه العراق لوغه دوله مركه لو باادو فارس لوغه دوله مركه لو باادو لكن شام فارس مركو بيت المقدس فريه دي لو وريغي بو سيدنا عمر دمعاي ما دام المدينه كيمت حجاز ديب دمان انه سو نقضي ادقت هي بين المسلمين تحالدو سو كرميرو او شام ودن سو مرو خروج كو سيدا خرج الى الشام اي من بيت المقدس الى الشام بيت المقدس بو كبح هو الشام بو دمعاي كر او فوفو حتى اذا كان بسرقه مشلي طبق بي ودود هي حقا اردن بي جرتا حتى اذا كان بسرقه مشلي لمكم مريو لقيه وحكوه ريمد سودا وينيي امراء الاجناد عيدا مدي فديي تلسكودي ما كان ما سيدنا عمر با سو بخي بهلكا كووري مادن ابو عبيدن هران بو يودو بيتوس بلا او يمد باسو او كسو دوي نيكو قيم بنا رغا شنتا اه وعمردا اه ايا لغا مغعابي ابو عبيده ابن الجراح واصحابه ابو عبيده رغا لمدكا شرح بن حسن كجرا يزيد بن ابي سفيان باكجرا امن عاص باكجرا شن اهابي هاي فاخبروه حي شيغين ان الوباء داعونك قد وقع بالشام شام تو اسعودي هذا وبحاي ولو سكر ميريا وصين دينيا ان او كدعي قال ابن عباس وحوري فقال لي عمر وحوري ادعو لي وحقيس يركا اوي ابن عباس وركزي نصوم مري ادعو للمهاجرين الاولين وفرسادة دك نو ترين جيري واغانو ددك اين باعوا لغا هادلايا مدحوينه هول با كوسو كورداي يو ييرهايا رجل لو ييرهايا فير ماشي هاي وحوري ايغو ييرد ان لا تشد هول با سو كورداي ادعو لي المهاجرين الاولين مهاجرين تخوري فدعوتهم وان اوغو ييراي فاستشارهم ولا تشد عمر واخبرهم حمنوشه ان الوباء قد وقع بالشام داعون كينو شام كدحاي فاختلفوا مهاجرين واسمان دافين نوحوا الى وين قصعونينا كرميري هذا الصبح اللي بعد قصع النقون ما يسد الهي وحو قدر ان ردعي ملح وين المسلمين تعال لابطي وحنون كعب صدي سوق النوق اللي ما يسد نما انه وحيد هذين ملح المسلمين تعال طاي هذي بال كانوا قاسب واهاليسي مسلمين توي منقان يعني ايضا كان يضد كان عيلي او كلها بمدينه اي بيت المقدس فقال بعض وحيد هذين خرجت لامر ارم بالاصو بحو اه ان المسلمين سوء تذكر ميرته ولا نرى من ارقنا نقول لما قمنو ان ترجع عنه ارن كانت كنقط وقال بعض المهاجرين وحيد الاولين ويا هذا بعض المهاجرين الاولين وحيد هذا معك وحاك رسول عمر بقيه الناس اي بقيه الصحابه بقيه الناس الناس عند الصحابه الا يتلاقوهم بحي وأصحاب رسول الله اسكوغو كاو صبيحين معك وحكولج بقية الناس أي بقية الصحابة صحابة هراغودي وأصحاب رسول الله الخاص يا أصحاب النبي محمد الجوني ذا لا بد ضدك كوشي وأصحاب دي سكوت بقية الناس وأصحاب أصحاب رسول الله وضدك الجوني النبي هو هاي أنصاري مهاجرين كحرة
ولي واحد الناس هو عامك أخيارتي إن درجات كي عقاش اللي محاولينكم مال هذا هيو تدخل أو نخبار راعة اللي وسهل ما كحيسون ندرع براعة مرك هذا اللي أتانا وهاليس ولا نرى من قبل يدهن أن تقدمهم إن أجلسوا على هذا الوباء طاعون كان أدو قد على تان أي أديك يا جبا فقال عمر وحور ارتفعوا عني بلغك عاد يدك أرضيا مهاجين الأول واس خلافين نو البرأي يسيبوا قضبيي نون حريستو قدن قدا ينن سمعاد يدكت إلى عليا دكت مدح دولة إيا مقع مسلمين تنين عليا نين قدن قدا مسلمين تي عمر يا بقية أصحاب رسول الله واكل جبين ثم قال وحور ادعوا لي الأنصار عبد الله بن عباس وأنصار يقول سيداس النبي وحكم مأمول جري مهاجرين بولا تشنجر رجل الله من ما يجرين حلق يصوب بحين قرآن كان سمين أنصار باكو حكتو درجة الله بعضا أنصار يقول فدعوتهم فاستشارهم وانا اقول يا الله تشذي فسلكوا وحيقا انصارنا سبيل المهاجرين رجل اسمه ودد مهاجرين بين مرين ويك ايقول ويك لا تشبي واختلفوا كاختلافهم واسمان دافين سيده اسكو خلافين مهاجرين وكله فقال عمر وحوري ارتفعوا عن اذن كنا بلكع هذا ثم قال وحوري وفرس هذا مركا وييل كي تنعس كي بالو يري معقرتي نمنك في الجاهليه ترنجري والاسلام رجل قلقلده وينا عندها عضاء قال لماذا كوكا مري إلهي هذا إسلام لماذا كوكا رقب طيب ويرا هي درجة أصدحت بقي محاير وماشي آلين وماشي يالين اللغو طلق له يقع إسلقي لكن وأهل خبرة وي روكي روكي كيقنع سنترين وي روكي يقانين وي طاعون يبلا يقع يقع يقان أسو تاقنا أفو وحان أسو تشوي وي وينا كالطليا ثم قال وحلو ادعوا لي أنك هذه وضيعة ترعس كمانتا ضد يرب مويين إلا من رحم رب مويين وحب ضم مهاي فضلي بابو طلنا يزبا هبلا وحي تريم بالله ادعوا لي من كان ها هنا وحي هل كنت يقول يربويلو من مشيخة مشيخنا والله أخرية دمالا من مشيخة قريش وجمع شيخ دقيدها قريشيات أو من مهاجرة الفتح فتح مكة رجل سوه جلودية ويوصيك القاري فتح مكة ذلك كو إسلامي الدقيدة أها كد من سوه جلودية نبي قوي من المدينة يمد إما ككسو التقي إيه هالقمي إيه شام دقي عراق دقي ذلك يقول يعني دقيد واي إسلامان ننبق ماشي لغو قبصة دي إذا هبو فأنتم مطلقاء اللي يريبوا إسكفوا ديها ننوى رق وحكم ذلك مالين كاسو عليه عمر نسويل باكم ذا عفوا نسويل من عمر أبو جندل أبيه باكمدة رقي أبو صفيان باكمدة ورقي الشام قبت كجر أضيقي مرك رقي با السعودة أبو سوى أنك سوى مرة يصدن إلا بدي ميلها أبو سوى سعودة بيقير يودي هوشنا و طماني تطبع دي جرد أما سيدي طبانك فدعوتم وانا أقول يا ريب ودقيد بان أقول جلب عوسك بان أقول تنعستي فلم يختلف عليه من رجلان وفلسو وعلى زمان نقو كاوي هي قباس كاوي مغش ومصيبه تقول إن ده إذا حال عمر ممنوع واد نقنيس عيدا كواد علين أصحاب الرسول واد بدبادن شام كل دقائق مين هذه عيدا يكون دمان عيدا كفديا يكون دماني أما أذوقه إيه مسلمين تأذوا دي وفدها كل لابد مشاهد كتمادة فلم يختلف إسكم ما نرافين عليه على عمر منهم من مشيخة قريش رجل لبا أضي فقالوا وحد نرى وحان وقبنا أن ترجع بالناس تطقين الله بطه ولا تقدمهم أذن أجلن على هذا الوام مصيبا أذن كد الجين فنادى عمر في الناس ساسا لو تشنجري وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون أصل من أصول الدين سمنتوا أن يتشهدان دعوين كتشهدان مسائل كان نسك لهين كم مناقشوذان سيدا أكل قيمة بدايهين علوم هذا أخيارتا اندير قردك لوير ميلقو آن لقدوه ساسا لو تلنجري واغان لتشنجري علوم هذا أخيارتا اندير قردك الدين كانوا سيدا هو أها رقانا إن حكومة جرين الدون كورن بان كتلنجري ضدبانو آهين عزية شرف بان كنو لين وحن الله عنامي وحن صوفي ريال لواي دوني دو واغاك ترتي كل قد باس نقع بسنيسي إلى كابول يا تشاينا سلكيزان جزيرة كقادني طنجي دو طارق بانو تقني أدون كفرتن أوي يريني
مركي لكن نوت ليين سعدية نوت ليين إيش أزجع يا خديج مية يا قول قرته وشو رونا هاي أفلاس أفلاس هوي أفلاس إيمانيس المهم فنادى عمر في الناس عمر با امدي كدوا واقو وريقت كدوا واقو خوري اني مصبح على ظهر قال دبركي بو واغو يغو بريهايا مسلمين ما مقلايسن ها قلب انو جوغنا واغو خي يغو بريهايا غادي غادي دشي يعني وان غورينا وان نقرينا فاصبحوا علي دكن كو بريستون ول بغاديس هاد يارس وين نقرينا فقال ابو عبد عم جراح وحيد ود رقي للسعوديه شامنا رقي غانت كو هيا سلق وينا جوغي عيدن كو وينا هغامني بيت مقدس لا تغ كو سو دوي حقنا لا سوده او ربا اني اسو نوقنيا ما راعي عمر وحو نوقنيا عيدن فقال ابو عبد مجرع او كحمد النقشده انه سيدنا عمر شام ودن مرور ربي هدو شهيدن هدا لا اركو لو صاحب كي تقو بس لو جبيره وحو را فرارا من قدر الله ما كعرات كعريس الهي قدر كيس عمر ولا بنيس وانا كلت على النوادي تلا انصار بطل زوادي دي دقيده مديحه محيها واويد حرقة تلاذ الزوم ما قدر لك عريس فقال عمر لو غيرك قال يا ابا عبيده لو قالها غيرك هدو اورن لها احد هذه كاهن الله مو دوه اريغاس نيما اديكا كاهن وخي كدعي لها ابو عبيده هدا اد بو حرمينين نين فقه يا علم يا امانه لوغه مرق تعيب اه نبغى نقول كدو امين هذه الامه عمرنا هو اوغا marka weedhaasi nimaan adiga ahayn mu ku hadlabo waxaan dareemi lahaa inuu xumaan uga jeedo oo mas'ala ijtihadiyya oo xaalad siyaasadeed ah oo qiimeyn xaalad soo korodhay ah oo muslimiintu u batay inaan laabto oo qaatay baad ugu duraysaa ugu noqdinaysaa lama ogolow shaayada aaymada iyo talisku arimaha ijtihadiga noocaas ah in lagu weerar lama ogolow xataa haddii wax sheegayso si la dhifan oo wadii umar uu ama laga roon yahay oo gaaladii ay saadhaada وباشط مقتو عناني وسود مي افرارا من قدر الله وي ومش ودن بيس ودا هادو نيمان ادي ديه لا وخبا غاين لها وي اما وحان تو ملا انو حمان اوغ جيدو اما امد القاتين بد الدرين سياف لوتريس اول با يا وكان عمر دقم وحولها وحو اها يكره كي كودا خلافه وخلاف ابي عبيده ابو عبيده انه خلاف عمر ادب ونعبا وامين هذه الامه نبي قد عنيم اوغ مقرات نين كلو لا ما جيرو نما احد ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي احد نبي هو امين هذه الامه سين مجر ابو عبيده طاعتني من نصحي اري كسوبخا انو طاعت كيه مسلمين ادنني ان بلو اركي وين اهي هذه نعم بول عمر مركو انت يدي ها نفر من قدر الله الى قدر الله الهي قدر كي بانو كعرينا او الهي قدر كي بانو عرينا مش انو عرني الهي اسكلي تان كعري الله اسكلي عر يجوك سوى ربي بام مولا لكن تلانا وساس إن الله طيب كذب أم ما هاي عمر وصاحب عقل الرأيت قياس وقياس ما الله جمر عن الله الرأيت كور بقول لو كان لك ابن هذا جيل أبو عبيد وبلي جور بيعجيل بهاي زتا فهبطت أتكو أرود سجيل أتجلسه واديا له عدوة تاني تك لبا لبدان له لبا جلا له جيل بتوك حيسي لاك بكوس شبطي لاقت الدان تا قال دان كان حقوق داقسم با يلا دان كان وا ابار عدوه احداهما لبد دامود مدود خصبه و دوق بيلده و برواق والاخرى تكان جدبه و ابار قيل ما خو سمين لهيد قيل با لا جوقتا لاق باد كسو شبتي و كسو دا دحيساي دان حقوق عرب صارين با كو دنا وا وخ لا قادي ما هي ما سمين أليس بل يور أليس من هين بوري إن رعيتها ضاد داقدو الخصبة رنك داقسين كلي برواقة رعيتها بقدر الله بيادا نقيل كود داتش من قدر الله ما يشف عن قيل هذا كل عس وذلك كدو دو وتكود باشو وشان له رستاقتو بيادا قدر الله ما يشف كود داتش ننبو قدر الله يقصوا اللي حنين دانتي أبارتها يتقاليها أبارتها وإن رعيت الجدبة هداد داش سبوري أما أداغض ميش أبارتا هيدنا رعيتها بقدر الله أرهم مصائم هابوري حاكلو ميش يلا وقياس أن ميلا قمر المحوجة سيدنا عمر عمر وحوليه هاي
dad kan aan wadaa ila socdo waa geel raaciyad weey ana raaci ba tahay raaciyada ila socoteen masuulka ka ahay madabkan ku shuba misadi banu celiya ka jawaabadu geel oo musakeen iska mithal oo mawad ninka geel la jooso raaci ma yu masuul ka yahay geel anuu maxan masuul ka ahay ummadan dabka ku shub maxay tahay abu ubaydo suunan badbaadiye ma hadaan daaqsin geeyay hadaan abaar ku horaba ku celiyaba soo qadar ilaa kuma socdo maxaad ilaa qadar aad ka carriis markuu arkay saxaabadu inda al arab dadka fusaxada boolaqada markay arkay in laga garleeyay way aamusa kama wa jawaaban hadal bu kuma furmo waa shaqul xumaan aad markan kala hadasho waa gunnimo wey waa iska foorso waa la xuqdaashib قال حوري بن عباس فجاء عبد الرحمن عوف بايمد وكان متغيبا في بعض حاجته عبد الرحمن عوف بايمد او كم مقنا دني سي بركود وكرتغي اما جيري سي بو ففسدي اما اوربط منا كوردوني متغيبا متكم مقام بو بعض حاجته دنتي سي بركيت مركي لا دوده هي اي مركو عمر تلين هي اي لا تشن هي و مقنا فقال هو شبا لو شي وحال سيدنا عمر ايو ابو عبيده ميش لو كلا جيده او اسمان دافاي إن عندي من هذا علما وروشاً ضاعون كهوليس علما من كهياي محد أسمي وذنبور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كلا يوان مقلي إذا سمعتم به ضاعون كهضاتكم مقشان بأرض الأول أنه كدعي أم أكبر لوضي فلا تقدموا عليه هاو قلنا ماشي أو كدعي هاو قلنا وإذا وقع بأرض لولها تقد الله وأنتم بها إذن كنت أتكسوا أنتم جوكتان فلا تخرجوها كبحين فرارا منه عرّت طاعونك عريسا فحمد الله تعالى عمر وانصرف إله بكم هذه اجتهاد كيسي أي وافقين نص النبي محمد ومن موافقاته ملهم بها عمر تلنا واط الشضي ما أقول سيدنا عمر أب أدنى قضية كتما دينو قامية تلالان بل وحاك سوغن انتو رجل لا تشهدوا أمهاجين لا تشهدوا أنصار لا تشهدوا دقيدة تنعسك لا تشهدوا مركة قاركود تمركة عقل قليل مهاجرين أنصار كجرين لا تشنجري وطلوذ وقات مركة قاركود عمر بيكسو قانتا رقو قردان انتو طلوذ ديدو قبله مبايعات كاي مهاجرات كاي ووينا ومعطيه ايو قبله لمدك طلوذ وقات ديشت أولو لقوكو ليستو ومضو مركة النوش هاي مضحيدون اي وحق قرن ايسو oy culumayhiin oy dheergaradihiin ayaguna ay xilkooda yaqaanaan way dhaqmaan laakin ummad waagi khilaafadu dunta ila amin kan ay caamo u taliso caamo fajistayaal murtadiin zanaaduqo niman ay gaala abaabisay foodley dhaqan laawayaala filqooyin ummadda maxaad ka sugeysaa waxaan aad uga xanuunsadaa waxaad maqlo qolay baarlamaan hadli هوش وحن كلا تشن علوم هذه بان كلا تشنني الدكاترة دي دخاتير وأذى ماشي يكون دي برت علوم هذا إني ماشي مرتكن نقدان يا أقل أذى أنا عام جاهل كان محا كرسي كوكو فريسي يا كو دي بي دستور كهوش يسوي حنوب بندقني إن دير قرد كي قليه قوانين قانونين تها علوم هذه دين تتق وياك إني ماشي أنت أسوق قاسي حيله حين بل مشكلة ضايق ومدر قمتي وي وذلك تشيك على لطة شديد وراقة جورنا الله كيري حقوق شان الله شبي بوكت مني هبين نحن لسيب يبكو حمدين هياب وكله وحانا على تليها أرمها الدين وهذا ما كتليسي داد مسلم طاي وعالم طاي الدين تقان انت عامي دون هقامين ويسو يفجستي الوليقين كل سن ميسان وليقين تاني غقرة شكنا غمجرات هسوغنا مالك المسلمين ترشود عام قبط بالرقمتي ومضى المسلمين توحوا تنجر انبياء الرسل هذي اللي اذانا انبياء نمنك اوغو خيغه اوغو قين بدن دينتا لو ديب جري سيدنا ابو بكر با ينو قبط نينك كو خيغي با ينو قبط ساسه وشو كو سوت وا دقنين ادونك نو وار هيسن قالد ادونك جوقت فيريه نول بننكو كقيمه بدن ياهي اي كو وخترسن ياهي اي دلكدو وانفعي وحو ديبتان إنه ينودي بنا مددر دودر لسوق لميي وهرد وهر سو سو دايريين ومغاليين كسو دب شري او قال سو قرصتي او تجي بلاي كسو كوري ما يرقب سلام سيدنا دب وقت تعرف دب فيري
متفق عليه. والعدوة جانب الوادي وتفق دانتي سكلوي هذا نعكلي حديثكم حديث كسيس وحوي لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية فإذا لقيتمهم فاثبتوا. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون طاعون هذا ثم قشان بأرض الأولون وكرعي فلا تدخلوها ركها قلنا. وإذا وقع بأرض أفرس حديثك عبد الرحمن عفك لك مورنا سحابة بل هو متواتر حق مكة معنوية طبعا حديث كبضا بابا قوي مريس. وإذا وقع بأرض روح وقد عانى كتاب جونو كقري اللينك اللي الحفن حاجة بدل الطاعون بوكقرو جونيا أنت حديثه كاني سيود بكتاب جونا كقري حديث متواترة كتمة مركه هولو جونو ليا هاي عبد الرحمن عوف ماها. وإذا وقع بأرض هذا النوع عاسين لك على قاضو روك وقد عانى لجلنا هذو ميلا شو تقد عانى أن لقب حنا ومحفوظ على رسول الله بالقطع واليقين. وإذا وقع بعض الله ذكر فلا وأنتم فيها إذن قصونا فلا تخرجوا منها كبحنا فرارا منه بحديث وراكوا عدي متبق عليه. باب التغليد في تحريم السحر وحبابي هاي أتكين تلسكو أتكيي سحر كونه حرام يا هاي سحر ولا يقناي سحر كو حرام ما هو كفر عند جمهور علماء المسلمين عند الحنفية والمالكية والحنابلة هو كفر عند الشافعي يا هاي كبيرة من الكبائر. أما جمهورها العلم وحي قبائن وقال لمية أحاديث يقايدها قرآن كنو حيث سيئن وقال لمية سأسر رجحها يعني. لكن وكفرك خفك أوي كفرك خفك أباها إن الله يشرح الروح أولا فانسيوي مكالغ النقاش ومسألة خلافية وما مسألة قطعية. قال الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان سليمان موسى قالوا يهود ومفترين على الله وعلى الرسول وأنبياء وحيد هذه نبي صلى الله عليه وسلم أدنك كم مامله وجني إنس كقاعد كذا أو شمبري وحرم بكو أفقر حيواناتك سحر بو استعمال بيده نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ساسي أي قال لك الله يهود بهاوشن إلى كرة الدنيا وركي الشيء وما كفر سليمان وسليمان موسى قالوا بن بالسحر كما قالوا بن سحرنا ما يقاوي ولكن الشياطين لكن الشياطين تكفروا قالوا بالسحر سحر بيكون قالوا من سمين تسميان إيا برد ومدبران يعلمون الناس السحر تذكي سحر كبران ظاهر النص وام هاي سحر كونه كفري هاي سمين تيسو إيا براشد يسو إيا بريد يسو بقى. لأن سحر كو وحيابها أن أفهان لقو برانين شيء كفر وحاجرة أذ بران كرتو أذون كدعين أظن أسج السمايين بعد بران كرتا هذا صو شركة أصغر كي أكبر كي وحياه هذا تكو أي سمايين قال ما يقول عن ما أخري كرت وذا أخري كتب تذكر أخري وأدبران وأدبران كرتا لكن أبو سنة مس وجود ميس إلى غير حقه ورع ميس كفره قيبل بران كرو أظن سمايين باشرة لكن سحرك وحكم ذي هاي كفريات كأن لبران كرين إلى عطميسه أفاد أسوي مركب براشديسو إيا بريد ديسو إيا سمينتيسو كله وقال لهم سكيل عليه صادرت يد مركب ضد كفر كهل الله يسوك لأن هذا كحكاية وطول أفكو شاكتم وين هذا فالقسم يسوى خطر وهل يسوي إلا لغرض شرعي وتبقى له بيس إلا غير سوح لوقع ورعابة إمهزيبا قولي تدريس وقضه وطنا ميشو قتمسو بعد ذلك سيسو هين وقالوا بيس علماء قبط معايا يقولوا عندهم ميه غرض كشرعي وما في نك سنه من ماشي ضبا ماشي ما يالو قصدنا ما يالو وحب روحه وحلا فانسينيه او شاسك الى لي مركات قال ليسان النبي محمد عليه الصلاه والسلام قليها كحد قدبي اما كسو قرا جورنال كما كاركتر كسميي ها تصالينا افك الشيغا صور كيدكم ها فافينا وخطر كلي اللي قالوا بها هذا أدور النبي كان دفاعي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عينه صلى الله عليه وسلم قال حديثه إن صوم مري لا بقول سديته لح باب كأها رقم ككون لح بقول طماني أفر بينك صوم مري محقق إنه سعيد نبر أملي عينه صلى قال أنا بقول اجتنب السبع الموبقات تضرب الدنبي وين إدتك هلاقة النار تكره إذا جنانا كحر ما يسكي إلى عليه كده يا رادس مسلمين قالوا يا رسول الله وما هن تضرب المحيا النبي الله قال حرا أشرك بالله إله الله شريك له والسحر سحرك والله سميه
jeli iyo khafi buu leeyahay anwaac fara badan buu noqdaa kutub baa laga bartaa aafo weeye Nairobi hadda waa lagu aafaysan yahay munaasabo kaleun baan ka hadli doonaa hawsha la iska ilaan waa gaalnimo khatar ah وقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق إيو نفت إلهي حرمي دل كيدو اللي ديلو ودين لآن وأكل الربا ربا دو اللي عونو أما الله بحشو الله قاتو وأكل ماء اليتيم أغنك حولي يسول وحد قدبو والتولي عرر لعرر يوم الزحف ما لنك دقال كي قال الله يسهلو وإن سوى مرة هو شايدة تفسير كحديث كما كون مرة إنه بأن سوى تفسيريني وقد في المحصنات المؤمنات قبلها دورسون عفائفتا أما عفيفاتك أو الجائف يوزن الغشيغ الغافلات هالمانسون الأغين بوحا لغا شيغ متفق عليه وإن لا يسكي إلالي باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار وحبابي ريبيد الله يسكي ريبي كتاب القرآن كإن لا هذا ودن قالوا ومن معجزة الرسول حلق النبي قد يمني عليه الصلاة والسلام أما أنه لا مصحف أرسل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس مجرين لكن النبي وحوغا مسلمين كتب كتاب كانوا يقولون دونان مصاحف قيبسون دونان الدون كولا صفر الدونان وكسي الله هل مصحف لما يسترن حلق النبي محمد مؤلن قرانكو نوال بانتو حفزين مالو قو قريت نين حفزتن يا نين حقوق مالو قو قرين هاي نين شان ايوه هايستا انت كانت تشكا هيا ساسي هاي ودوت سيدنا ابو بكر عمر يا جمعيه عثماني إذا قرت خيف الله قبق وقوع كتابك إنه كله بعيد العدو قال قعنت هذا محاوي كتابك على حرمينية سجل قدرينية إن لي أهان يستو وقال قعنت وقال لديدنية مصحف لما يسترن قال قعنت إنه قال أما أي قال وحرام باتفاق المسلمين بإجماع المسلمين آيات يلا بقى آيات نقدم بالآن يدعوا له قري كرا كتب الدين كإسلام كهلا آيات كقرآن دورة ولا سينكرا لكن مصحف لما يسترن قال لما سينكروا لمن أدي بكره كما نجان عسان كره قالوا كتبت ورجينيس كوا قالوا كتبت ورجو سمعي فرح كقرع دبي هاي استنكتاب بي فرح كقرع هاي وذات صوماليات بوا سيكس كورتي سميت كسمين جري كتبت كجل دين جري ياي أراكتاي وذات شدت كوروش وصوماليات وقمناء نينكي أغاتين وقال يا هاي نين قالوا حيث كتاب بكتكو هاي ومت بالا إيش وإيش غير هاي دعوة ماشي مظاهرات ماشي كسم يا سياد بنو قبوي مرك كتابك ربي جايب على الله نحاي أسقى على حرمين يا أسقى على دورية هدي مسلم كي جنابة قبل لود دينه وطابت كتاب قرآن وقبل حاجة اللود دينه يقاده وإن قبل نفاس قبل اللود دي وهذه هو يسأل أنت حتى جنابة قبل أذن قادي كرين وذا أجمر كرين عدك لسكبة داي سجل قام وصار يا مصعب سجل لو قد يبيا سوينت فانتان ما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال نهى رسول الله رسولك يوم مدح كرب ان يسافر الى الله سفر بالقران قران كان الله سفره الى ارض العدو قال هذا دول كذا لولا سفره متفق عليه في روايه مسلم مخافه ان يناله العدو مخافه ان يناله العدو بقد لقبق هايو ان قالوا اي غانت كدغت ولذلك فقد وحيك القادين اذا كبلارن اسغار بختيسك اه أبي سبختيز كيه عركواز كور قبينا الآن شبينين إن فود اللي قلين كرين كتوتو واي قادان كران عيدا كيرا لقا لقا بقى هاي اللي انتي لكا طرو اللي شبي هادنا كتوتو لقا قاتو كتابك ولا هانيسا ولا جعجعي ويكو عيارة هايان هلقا إلى اليوم باب التحريم استعمال آني ذهب نوجه والله سبحانه وتعالى عنه.